الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، نرحب بكم ونحييكم في صباح هذا اليوم في انطلاقات جديدة ضمن سباقنا المحلي الثامن، لنستكمل معكم منافسات سباقنا المحلي الثامن على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن، حيث نتابع معكم في صباح هذا اليوم منافسات جميلة ومميزة مع أشواط الإنتاج والمنتجين. انطلق على بركة الله وتوفيقه ثامن أشواطنا الصباحية، وشوط اندفع هنا في تحديات هذا الصباح مع اندفاعات الزمول، وشوط من أشواط الإنتاج والمنتجين. نسير مع هذه الانطلاقة وما تحمل لنا من منافسة وإثارة مع شعارات أبناء القبائل إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول مباشرة مع اندفاعة مهاجر، أول الأسماء المتقدمة على المركز الأول بشعار بندوحة. يتقدم مهاجر سالم بن راشد بندوحة المري من يأتي مع المركز الأول من خلال تقدم مهاجر على مقدمة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني مع اندفاعة سراب مع المركز الثاني بشعار سلطان بن مبارك الخليفة من يأتي مع المركز الثاني من خلال تقدم واندفاعة سراب. وفي المركز الثالث أو تابع التحرك من الأناضول بشعار خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي يقدم الأناضول على المركز الثالث. نقلتنا مباشرة إلى رابع المراكز مع المركز الرابع، نتابع الاسم القادم اللي يحمل الرقم 18 في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام موقع في المركز الرابع، بتوصل معلومته ان شاء الله بعد لحظات. ننتقل الى المركز الخامس، خامس المراكز نتابع الوصول من مهوس على المركز الخامس بشعار عبد الله بن طالب بن عقيل. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام تابعنا معكم الخمس المراكز الأولى في أول إذاعة على مسار هذا الشوط، ولكن تابعوا الأعداد القادمة والأسماء المشاركة والشعارات الحاضرة هنا في هذا الاندفاع الجميل. ما شاء الله شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين مع تحديات الزمول مع اندفاعات 8 كيلو مترات. تسير هذه الأسماء وتنطلق هذه الشعارات باحثة عن الفوز والانتصار في منافسات هذا الصباح في سباقنا المحلي الثامن. عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى البداية مع مهاجر. مهاجر 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 ينطلق مع البداية، يتقدم في هذا الشوط باحثا عن الناموس والانتصار من خلال هذه الاندفاع الجميل. يحمل لشعار سالم بن راشد بن دوحة المري من يقدم مهاجر على المركز الأول، يقدم مهاجر على مقدمة هذا الشوط، يندفع مع البداية الأولى. بينما على المركز الثاني لنظول الحاضر بشعار الزعبي على المركز الثاني من خلال هذه الاندفاعة، خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي من يقدم لنظول على المركز الثاني وثالث المراكز. شعار الخليفة من يقدم لنا سراب على ثالث المراكز في هذا الشوط مع هذه الانطلاقة. سلطان بن مبارك بن ناصر الخليفة من يأتي مع المركز الثالث من خلال انطلاقة سراب. وفي المركز الرابع، رابع المراكز، هناك الجذاب متواجد في هذه الانطلاقة بشعار فاضل بن ظفر بن راشد الهاجري من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الرابع في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار الجميل مع الجذاب. بينما في المركز الخامس، خامس المراكز نتابع مشاهدينا الكرام على المركز الخامس تقدم من شاهين في المركز الخامس بشعار احمد بن محسن الخوار. هكذا متابعينا الكرام نتابع معكم مسار هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط مع هذه الاندفاعة مع هذا المسار الجميل الذي يحمل لنا المنافس، سيحمل لنا التحدي والإثارة هنا. لكن شوف الأسماء القادمة، تابع الشعارات أيضا المزينة لأرضية الميدان. لكن العودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول مع البداية، مهاجر على صدارة الشوط. مهاجر ينطلق هناك ويهاجر في هذه الأمتار الصباحية الجميلة مع انطلاقة هذا الشوط مع عالم الأصالة وتحديات هذه الرياضة العربية الأصيلة. سالم بن راشد بن دوحة المري من يقدم لنا مهاجر
على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، بينما شعار الزعبي مع الأناضول القادم على مركز الوصافة ينطلق هناك بتحديات هذا الشعار. خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي مع المركز الثاني في هذه الانطلاقة، وفي ثالث المراكز نصحح المعلومة، هنا نتابع ذيبان على المركز الثالث، حسن بسلطان ضابط الدوسري من يقدم لنا ذيبان على المركز الثالث في هذه الانطلاقة الجميلة وفي هذا التحدي الممتاز، بينما سراب على المركز الرابع نتابع من خلال هذه الانطلاقة بشعار سلطان بن مبارك بن ناصر الخليفة من يقدم لنا هذا الشعار على المركز الرابع من خلال تقدم سراب، بينما في المركز الخامس خامس المراكز يا سلام شعار الخوار القادم من خلال هذه الانطلاقة مع شاهين أحمد بن محسب سليم الخوار يأتي مع المركز الخامس مع انطلاقة شاهين في هذه اللحظات. ما شاء الله كوكبة خماسية جميلة نتابعها من خلال هذه اللحظات، نتابع الإثارة والتحدي هنا مع شعارتي أبناء القبائل في سباقنا المحلي الثامن. عودتنا إلى الصدارة والبداية، ما شاء الله تبارك الرحمن الأناضول اللي غير الأمور في هذه اللحظات بشعار الزعبي، بدأ يتقدم على المركز الأول، بدأ يسير مع التحديات والاندفاعات الجميلة. خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي من يقدم الأناضول باحث عن ناموسي هذا الشوط من خلال هذه الانطلاقة وبخلال هذا المسار المميز على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني مهاجر مع ثاني المراكز لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري، ومن الجانب الآخر تحركات من ذيبان نشاهدها في هذه اللحظات بشعار الدوسري حسب السلطان الضابط الدوسري يقدم لنا ذيبان على المركز الثالث المركز الرابع. الاسم اللي بدأ يقترب مشاهدين الكرام وصول من الوسمي، وصل بالنايفة في هذه اللحظة يقدم الوسمي على المركز الرابع، هزاع بن عبد الهادي بن مبارك بالنايفة يتقدم مع الانطلاق الجميل من الوسمي القادم في هذه اللحظات مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس خامس المراكز نتابع سراب بشعار سلطان بن مبارك بن ناصر الخليفة من يقدم لنا سراب على المركز الخامس. هكذا مشاهدين الأعزاء نتيجتنا، ولكن شوف الأسماء القادمة على الكادر السفلي من قناة الريان، تابع الشعارات التي بدأت تتحرك في هذه اللحظات مع اندفاعة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، تابع هذا المشهد الجميل اللي انشاده في هذه اللحظات من الأسماء القادمة من الشعارات الواصلة، شوط الانتاج والمنتجين، تحديات الزمول، انطلاقات الكبار، مدار 8 كيلو مترات، وسباقنا المحلي ثامن، الرقص مع الكبار دائما وابدا مشاهدين الاعزاء يحلو هنا مع هذه الاندفاعات الجميلة. عودة الى الصدارة الى نضول على مقدمة الشوط ينطلق بالمركز الاول بالصدارة والبداية، خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي من يقدم الأناضول على المركز الأول والصدارة، تحرك سراب على المركز الثاني بشعار سلطان بن مبارك بن ناصر الخليفة من يقدم لنا سراب على المركز الثاني، وفي ثالث المراكز على ما يبدو شعار الفهادي القادم مع ريسنج سعود بن ناصر العجمي قادم على المركز الثالث، وفي رابع المراكز شوف الاسم الواصل مهوس عبد الله بن طالب بن عقيل بدأ يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع وخامس المراكز. من الجانب اليمين التواجد من الوسمي هزاع بن عبد الهادي بن نايفة يقدم الوسمي على المركز الخامس، 5 مراكز في موقع واحد، منافسة تحدي كبير مع هذه الشعارات المنطلقة في هذا الشوط. ما شاء الله شوف التحدي، تابع الإثارة، ناظر هذا المشهد الجميل على أرضية ميدان الشحانية في صباح هذا اليوم. ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلاقات الزمول مجموعة متواجدة تسير جنبا إلى جنب في منافسات هذا الشوط مع شعارات أبناء القبائل. قبل المحك الأخير نشاهد هذه الشعارات هنا في كامل الجهوزية هنا لنتابع إثارة وتحدي، منافسة حاضرة مع هذه النجوم المنطلقة بين جنبات ميدان التحدي. عودتنا إلى صدارة الشوط وإلى المركز الأول، الله 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 الله, الله. مهوس اللي غير الأمور انتقل نقلة جميلة إلى الصدارة إلى المركز الأول بتحديات هذا الشعار، شعار عبد الله بن طالب بن عقيل من يقدم لنا مهوس على مقدمة الشوط وفي المركز الأول والصدارة، بينما في المركز الثاني
أتابع ريسنج مع ثاني المراكز بشعار سعود بن ناصر بن حسين العجمي من ينطلق، ولكن الوسمي بدأ يتحرك في هذه اللحظات. يا سلام يا الوسمي، قادم إلى ناموس هذا الشوط بشعار هزاع بن عبد الهادي بن نايفة، من يقدم الوسمي على المركز الثاني ويغير إلى مقدمة الشوط. ثلاثية جميلة مع أجواء تحديات هذا الشوط، مع أيضا الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. تابع المركز الرابع، وصل اسم جديد بدأ يتقدم، شاهين نادر بن زبران بن محمد العجمي، قادم الآخر أيضا يطمع بناموس هذا الشوط، يبغى السلامات إلى ميدان الشهيد إلى دولة الكويت. سرابع المركز الخامس بشعار الخليفة سلطان بن مبارك بن ناصر الخليفة، من يقدم لنا سراب على المركز الخامس. يا هي منافسة هنا في هذا الشوط مع هذه الشعارات، مع هذه الاندفاع الجميلة من نجوم هذا الشوط المنطلقة بتحديات الانتاج والمنتجين. أشواط الانتاج والمنتجين، الناموس بناموسين، بوابة الانتصارات، الكيلو متر الأخير يا مضمرين. يا سلام يا سلام يا سلام، الصدارة المقدمة مهوس على مقدمة الشوط، عبد الله بن طالب بن عقيل من يقدم، ولكن الوسم 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 الوسمي، شوف هذه الانطلاقة من الوسمي، طار بناموس الشوط، بدأ يصنع فارق، بدأ هنا يقدم عرضه، بدأ يندفع مع هذا التحدي الجميل. كما عودنا هذا الشعار دائما وابدا مع الانتصارات، هزاع بن عبد الهادي بن نايفة يقدم الوسمي، العصا في البطان، طار عن بقية المراكز. هذا هو الوسمي مشاهدينا الاعزاء على مقدمة الشوط. على المركز الثاني نتابع شاهين نادر بن زبران العجمي، وفي المركز الثالث وصل شعار الحميدي مع شاهين عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي، والاسم القادم وصل فجاج سعود بن زايد بن طرقي مسهلي، قادم على المركز الثاني في هذه اللحظات. ولكن الوسمي اخذ خدمة كاملة، طار بناموس هذا الشوط. الله 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 الله، الوسمي يطير بناموس هذا الشوط مع هذا العرض المميز، وفي رصيد رمز نعم هذا النجم الحاضر هنا في صباح هذا اليوم، هزاع بن عبد الهادي بن نايفة، من يقدم الوسمي صاحب الانجازات والبطولات يحضر في صباح هذا اليوم. مشكور يا بن نايفة اللي قدم الوسمي في هذا الشوط، تهانينا واسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. بينما ثاني المراكز وصل فجاج لسعود بن زايد بن طرجة مسهلي مع المركز الثاني، وفي ثالث المراكز كان الوصول من شاهين لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي. المركز الرابع، رابع المراكز كان الوصول من شاهين لنادر بن زبران بن محمد العجمي. المركز الخامس، خامس المراكز كان من نصيب مهوس لعبد الله بن طالب بن عقيل. عودتنا مع الوسمي ولحظات الإعادة لنتابع مشاهدين الكرام لحظة الوصول من الوسمي مع الأمتار الأخيرة، معلن فوزه وانتصاره ليضيف إنجاز إلى تاريخه المليء بالإنجازات. 13 دقيقة 16 ثانية 94 جزءا من الثواني هو التوقيت الزمني المسجل مع الوسمي. تهانينا لهزاع بن عبد الهادي بن مبارك بن نايفة على فوز الوسمي بالمركز الأول وانتزاعه ناموس هذا الشوط. بينما ثاني المراكز، شعار السهل الذي وصل في الأمتار الأخيرة في 13 دقيقة 20 ثانية 96 جزءا من الثواني، توقيت فجاج. تهانينا لسعود بن زايد بن طرجم السهلي على فوز فجاج بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فكان الوصول من شاهين وتوقيت 13 دقيقة 22 ثانية 61 جزءا من الثاني، تهانينا لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي على فوز شاهين بالمركز الثالث.